عدد قليل جدا. شباب، شفت الشباب نزل عشان الناس يقول لك لا انا شفت قابلت شباب كتير على فكره نزل. لكن اللي انا عايز اقوله، انا بدل انا يعني بخاطب من خلالك دلوقتي مش القاهره وفي الدور في العجوزه، سيبك من انتخابات احمد، انا بخاطب 17 محافظه. بقول للولاد، ولادنا اللي قاعدين على القهاوي دلوقتي بيلعبوا دومينو وبيلعبوا شطرنج وكل واحد ماسك شيشه في بقه، حضرتك مش عايز بيت نظيف مفيش عشوائيات؟ حضرتك مش عايز تشتغل لما تتخرج؟ حضرتك مش عايز وظيفه لو كنت انت شغال لاخوك؟ حضرتك مش عايز وظيفه محترمه لابنك؟ حضرتك مش عايز سرير نظيف في مستشفى وتخته نظيفه في مدرسه محترمه؟ حضرتك انزل، من فضل حضرتك انزل. حضرتك حضرتك على القهوه بتعمل ايه؟ الستات الفاضلات بالكتير، انا شايف الستات النهارده كتير جدا، اللي هي امي بقى والام والزوجه والاخت. بصراحه الست المصريه اللي قادت ثوره 19 المفتريه دي وسنه و30 يونيو ونزلت 3/7 و26 يوليو وغيرت مسار مصر كلها، انا اللي شايفها النهارده بصراحه. فبقول لكل شاب وراجل قاعد على قهوه دلوقتي من فضل حضرتك من بدري انزل، هتاخد منك 10 دقائق، ده مستقبل مصر. سيبك تيجي بقى تنتخب مين، مش قضيتي، انما عشان تقول للعالم كله 30/6 ما كانش فوتوشوب، الناس كانت نازله حقيقيين، 3/7 ما كانش ناس احنا جايبينهم مأجرينهم، ده الشعب اللي نزل. الناس اللي نزلت انتخابات السيسي وانتخابته وادت له 24 او 25 مليون ما كانتش نازله عشان السيسي، كانت نازله عشان ده كان منقذ مصر. النهارده بقى مصر اللي بتقول لك انزل مش السيسي، انسى ان هو قال لك اتفضل انزل. حضرتك عندك احباط مختلف مع الحكومه، انا زيك، انا في ناس كتير في الحكومه مش طايقها زي احمد زكي بدر، بس مش احمد زكي بدر نازل انتخابات، دي مصر اللي نازله النهارده. حضرتك ماتش الاهلي والزمالك حضرتك بتدور وبتحجز وبتجري وقبلها بيوم قاعد معايا في دبي او في ابو ظبي او في العين عشان تتفرج على مباراه كوره بين فريقين ناديين. النهارده مصر مش ناديين. بقول لكل شاب شايفنا او سامعنا دلوقتي، احمد واخد بالك، انا بشكرك على اللي انت عملته، وائل ابراشي بصراحه ولميس وكل الناس اللي في بيشتغلوا باحترام بيحبوا بلدهم، بشكركم ان انتم بتقولوا ناس انزلوا. انزل، وعلى فكره انا لا شفت النهارده يا اخوان المسلمين ولا شفت سلفيين في الجوله اللي انا عملتها، خد مني انا بقى. انا شايف شعب عادي، شعب محب لوطنه. وبعدين حضرتك راجل متدين، طيب الدين بتاعنا بيتكلم عن الشهاده، صوتك ده الشهاده، وكاتم الشهاده قاسم قلبه وشاهد الزور برضه نفس القصه. فضل حضرتك انزل، هتاخد منك ربع ساعه. وبعدين يا استاذ احمد، اللجان لما اتفتتت بقت قريبه، يعني